بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله تعالى هنجاوب الجزء الثاني من كراسة المعاصر للصف الثاني الإعدادي. كنا جاوبنا الجزء الأول لحد صفحة 20، والنهاردة هنبدأ من صفحة 23 علشان نخلص الجزء الثاني منها إن شاء الله، وطبعا اللي هو بيرجع لي على الوحدات مراجعة تامة. فأول حاجة بيقول لي الوحدة الأولى اللي كانت بتتكلم عن الروتين واليوم النموذجي والوصف الحاجات اللي عندك في المنزل، هي دي ان شاء الله اللي هنحاول نجاوبها. فهنا جايبها لي على هيئه توصيل، على هيئه ديفينيشنز، يعني تعريفات انت بتعرف بيها المكان. فبيقول لي اول حاجه بقى ان ال piece of furniture، كلمه furniture دي يعني اثاث المنزل، الاثاث اللي عندك في البيت. فبيقول لي اللي هو العفش وكده، بيقول لي with drawers، فيها بقى ايه دراج، يعني بنحط فيها الاشياء. طبيعي ان كلمه chest of drawers دي هي اللي هتبقى مقصوده، هي اللي هتبقى نمبر ايه، علشان هو بيقول لي ايه خزانه الادراج هي اللي بنحط فيها الحاجات. رقم 2 بقى beautiful، beautiful يعني جميل. طب حاجة جميلة وفي نفس الوقت نايس، نايس برضو يعني جميل او لطيف. طبيعي ان الحاجة دي هتبقى كلمة اتراكتيف، اتراكتيف يعني جذاب، اتراكتيف يعني جذاب. يبقى هو عشان كده عاوز ايه، عاوز كلمة جذاب يوصفها او تساوي كلمة جميل. تمام. طيب بعدين رقم سي بيقولي a piece of special glass. special glass يعني زجاج، حاجة ايه ازاز يعني. المهم ان الحاجة دي انت بتشوف فيها نفسك، يبقى انا المهم عندي كلمة نفسك دي. طالما بتشوف فيها نفسك يبقى اكيد دي الميرور. ايه هي الميرور دي؟ طبعا الميرور اللي هي المرآة. تمام. فانت بتشوف نفسك فين؟ في المرآة. يبقى هنيجي في رقم 7 ونعمل سي. تمام. بعدين رقم دي بيقول لي كمفتابل، كلمة كمفتابل يعني مريح، حاجة مريحة لما تيجي تقعد عليها يعني، وكمان بتحط ذراعك عليها، ذراع. يبقى ده كرسي بايه؟ كرسي بذراع، اللي هو اول حاجة من فوق ده اللي هو ارم شير، هي معناها كرسي بذراع علشان هو مريح في القعدة. يبقى ده اكيد هنديله نمبر دي علشان هي المطلوبة فيه. بعدين رقم ايه بيقول لي مبنى كبير بقى، بيقول لي مبنى، ركز معايا في المعاني، مبنى، المبنى ده كبير في ايه بقى؟ في اكتر من فلور، فلور يعني دور، يعني في ادوار كتيرة، وفي نفس الوقت في فلاتس، فلاتس يعني شقق، شقق الناس بتسكن فيها. يبقى ده اكيد الايه، بلوك اوف فلاتس اللي هي العمارة السكنية هي اللي هنوصلها او هنحط فيها نمبر اي. تمام. طيب نيجي بعد كده بقى لنمبر اف، بيقول لي something that gives light، كلمة light يعني ضوء. ايه بقى الحاجة اللي بتدينا ضوء؟ طبيعي الحاجة اللي بتدينا ضوء ممكن الناس تفكر في القمر، في، لا طبعا احنا قصدنا على اللامب اللي هو المصباح عموما او اللمبة. تمام. يبقى هنحط في اللامب ايه بقى؟ هنحط في اللامب نمبر اف. تمام. طيب عندنا كمان بعد اف جي بيقول لي يور يوجوال واي، يوجوال واي يعني الطريقه العاديه بتاعتك اللي انت بتعمل بيها الحاجات، الطريقه العاديه اللي انت بتعمل بيها الحاجات دي بقى، خصوصا لما انت تعملها بحاجه فيكسد، فيكسد يعني ثابت، حاجه ثابته عندك. يبقى طالما هي حاجه ثابته يبقى ده روتين، يبقى هنيجي في الروتين كده ونكتب ان هو نمبر جي. تمام. رقم اتش بقى بيقول لي باول اوف واشنج، واشنج غسيل، كلمة واشنج يعني غسيل، حاجة انت بتغسل فيها. تمام. وعادة بيبقى فيها تابس، تابس اللي هي صنبور او حنفية، فالحاجة اللي فيها حنفية دي اكيد هتبقى ايه، اكيد هتبقى رقم 2 من فوق اللي هي الباسين اللي هو الحوض او حوض الغسيل. تمام. هنا بقى بيشرح لي القاعدة الاولى وبيعرفني فيها زمن المضارع البسيط، ان هو بيتكون من الفعل في المصدر او الفعل زائد اس. فانا اذا لقيت حد من ضمائر الجمع اللي هم دول كده اي ويو وي وزي، باخد الفعل ويرك يعني في المصدر بدون اي اضافات بالشكل ده. تمام. اما لو لقيت هي او شي او ات او اي اسم مفرد بقى، بروح واخد الفعل زائد ايه، زائد اس عشان يبقى ايه، وركس.
تمام. النفي بتاعه بقى لو حد من ضمائر الجمع النفي يبقى بكلمه دونت، ولو حد من ضمائر المفرد النفي بيبقى بكلمه دازنت. وطبعا الاثنين بياخدوا بعديهم الفعل في المصدر. لما اجي اكون سؤال بهل بقى في اول الكلام لازم استخدم دو لو لقيت حد من الجمع، واستخدم داز لو لقيت حد من المفرد، وفي الحاله دي هيبقى معناه هل. تمام. بيقول لي بقى ظروف التكرار افتكرها، اولويز 5 مرات انت بتعمل الحاجه، يوجوالي 4، اوفن 3، سام تايمز 2، نيفر لا دي 0 انت ما بتعملهاش خالص. وبيجي بعدهم بقى ايه، يا اما المصدر لو حد من الجمع، يا اما الفعل زائد اس لو حد من المفرد. هنا جايب لي بقى بيقول لي اختار it is not very cold in summer. cold يعني سائع، وكمان ده بيقول لي very يعني جدا، بيقول لي برد جدا في الصيف. طب ازاي بقى كلمه summer دي يعني الصيف؟ مستحيل طبعا يكون الجو برد في الصيف، فانا عشان كده هاخد كلمة ايه never اللي تدي معنى ابدا او مستحيل ان هو يكون برد فين في الصيف. بعدين بيقول لي نقط مريم، مريم مفرد تمام، تستمع الى الموسيقى، طبعا يبقى هاخد لها does. ليه بقى؟ لان مريم مفرد، ما احنا شرحنا هنا وقلنا ان احنا بناخد does مع الحد المفرد، ومريم دي ايه مفرد. هنا بقى بيقول لي do you نقط any brothers، دو يجي بعدها الفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات، يبقى طبيعي ان انا هاخد هاد، مش هينفع اخد هاد اللي هي صيغة الماضي، لا انا محتاج المصدر اللي هو هاف. what do you usually do، طبعا انت ان جه عندك دو قدامه تمام يبقى انت محتاج تاخد المصدر، ضز فيها اضافة اللي هي الاس، لا احنا عايزين المصدر اللي هو دو. صفحة 25 طبعا جايب لي شبكة معلومات وعاوزني اعرف كل كلمة بمعلوماتها. I live اول رقم واحد طبعا I live in a large flat. large flat يعني شقة كبيرة. النقط of flats طبعا دي اللي احنا لسه حلينها اللي هي block of flats اللي هي ايه، انا عايش في حاجة كبيرة مليانة بايه large block of flats عشان يقول ايه عمارة سكنية. رقم 2 I get up early and wash my، طبعا لازم اعرف وش يعني يغسل، فهيغسل ايه بقى له، هيغسل ايه يعني، طالما ان هو هيغسل هندور فوق احنا في الكلمات ونشوفه هيغسل ايه. طبعا بيقول لي اغسل شير ولا اغسل فيس ولا اغسل، طبعا فيس يعني وجه، طبيعي انك استيقظت من النوم يبقى انت هتغسل ايه، هتغسل your face وجهك. رقم 3 أو نقط help my brother، أساعد مين؟ brother أخي، and sister وأختي to do their homework عشان يعملوا الواجب. يبقى أنا إيه بقى؟ أنا sometimes ما بساعدهمش في كل الأوقات، أحيانا وأحيانا، يبقى كده هنختار لها إيه؟ sometimes. I sometimes أحيانا بساعد إخوتي. رقم 4 I نقط room، room يعني حجرة، فهو هيعمل ايه بقى؟ شير. يعني شير دي بقى؟ شير يعني يشارك، فهو بيقول ان هي البنت دي كانت بتشارك الأوضة مع ايه؟ مع اختها، بيقسموها نصين يعني تمام. طيب بعدين بيقول لي when I get up، لما when I get home، لما وصلت البيت من المدرسة I نقط the chicken، عملت ايه للتشيكن؟ طبعا التشيكن اللي هي الفراخ، اكيد انا I feed، feed يعني you time، فهو كده ايه اطعم الفراخ. اخر واحدة بقى بيقول لي I go to نقط at 10 o'clock، يبقى هو هيروح البيت اللي هو الفراش او السرير الساعة 10. في الصورة اللي تحت طبعا هنا جايب لك ازاي انت بقى تعمل حاجات عن نفسك بقى، يعني انت اول حاجة بتصحى بتعمل ايه، تاني حاجة بتعمل ايه كده يعني، فانت تتكلم عن نفسك تحت. الخطوة الخامسة بقى بيقول لك بعد الخطوات اللي فاتت الطالب المفروض كده يقدر ان هو يكتب ايه، يكتب موضوع تعبيري عن نفسه، ان هو يعمل نفس الافكار ونفس الجمل اللي احنا كتبناها الناحية التانية. بيقول لي بعد كتابة الفترة قيم نفسك، شوف انت ايه التنظيم بتاعك كان عامل ازاي، ترابط الافكار، الكلمات، التهجي وهكذا تمام. طيب تهيئة الطالب للكتابة، دخل على الموضوع التاني او على الوحدة التانية، فبيقول لي الوحدة التانية انت درست فيها وظائف مختلفة وانشطة بتاعت نهاية الاسبوع، وكيف تسعد المراهقين، وفي نفس الوقت لغة الاشارة. فجايب لي اول كلمة بيقول لي ابوي اور جيرل، طبعا اللي هو من سن 13 ل 19 دول المراهقين، اللي هي كلمة تينيجر يعني مراهق، فهنا احنا هنكتب ايه
ايه اللي هي مراهق؟ الشعور بالسعادة عن حاجة حلوة في حياتك، الشعور بالسعادة عن حاجة حلوة في حياتك، يبقى دي الاولى اللي هي grateful، ان انت ممتن، ممتن او شاعر بالسعادة. بعدين بقى بيقول لي this person، الشخص ده prepares food، بيجهز الطعام للناس اللي هم بياكلوا في ستريت، في الشارع. اكيد ده الستريت فود سيلر، اللي هو الراجل اللي بياع فين؟ في الشارع. طيب هنا بقى الشخص ده بيتكلم مع الناس في التليفون وبيساعدهم ان هو يحل لهم البروبلمز، المشاكل. اكيد الكول سنتر وركر، اللي هو الكول سنتر وركر اللي هو العامل اللي خدمه العملاء وكده. يو كول، انت بتتصل بالشخص ده لو في مشكله في الكمبيوتر سيستم، في نظام الكمبيوتر بتاعك. طالما كمبيوتر يبقى ده الكمبيوتر ايه؟ الكمبيوتر انجينير، اللي هو مهندس الكمبيوتر. هنا بقى بيقول لي لارج تيبل، ترابيزه كبيره، اوبن مفتوح، شوب اون ستريت، في الشارع، ممكن تاكل عليه. يبقى ده اكيد الفود ستول، اللي هو ايه؟ اللي هو الكشك بيع الطعام. بعدين بيقول لي هنا القدره بقى انك انت تفهم how something feels، يبقى دي اكيد الايه؟ الامباسي، انك انت تحس بقى وتبقى ايه؟ تحس بالناس وتتعاطف معاهم. هنا بقى بيشرح لي الجرامر، اللي هو صيغه المضارع المستمر اللي بيتكون من am او is او are زائد الفعل ing. فانت عندك بتاخد am وبعد منها is، او انك بتلاقي are، ولازم يجي بعديهم الجيراند اللي هو الفعل زائد ايه؟ زائد اي ان جي. فبيقول لي بقى I am not working hard، النفي بتاعها انك انت بتحط نوت بعدها، تمام. والسؤال انك تعمل عملية مقص، بدل ما هي اي ام تبقى ام اي، هي از تبقى از هي، يو ار تبقى ار يو. بعدين شرح لي موضوع الظرف والصفة، فبيقول لي طبعا احنا كنا شرحناهم بالتفصيل. كويك طبعا دي صفة، هنا كويكلي، ايزي، ايزلي، وفي حاجات شاذة زي مثلا فاست، اللي هي تبقى فاست زي ما هي، وجود بتتحول لويل، وهارد بتتحول لهارد. احنا كنا شرحناهم بالتفصيل في الوحدات. هنا بقى بيقول لي مستر عادل بيشرح ولا يعني اكسبلين ولا از اكسبلينينج ذا ليسون ات ذا مومنت. كلمه ات ذا مومنت في هذه اللحظه تدل على المضارع المستمر، يعني اي ان جي. يبقى انا كده في الحاله دي هاخد ايه؟ هاخد از اكسبلينينج عشان هي تبقى الاجابه الصحيحه. طيب ايمان اند هير نيبر، ايمان وجيرانها، ريبير مستر عادل فلات ناو. ناو ناو يعني الان، طالما بيصلحوا الشقه دلوقتي يبقى انا لازم اخد الاي ان جي، علشان كلمه ناو بتاخد الاي ان جي، ريبيرنج، هما بيصلحوا الشقه الان. بعدين بيقول لي ماي سيستر، اخته، سبيكس فيري كوايت ولا كوايتلي. احنا عندنا فعل اصلي، ما عندناش فيرب تو بي. لو عندنا فيرب تو بي ناخد الصفة، لكن طول ما انت عندك فعل يبقى انت عايز الظرف. هنا بقى بيقول لي we are sitting، احنا قاعدين، careful ولا carefully. طبعا carefully الظرف عشان الفعل sit يجلس، قاعدين بعناية بهدوء وهكذا. التدريب على كتابة باراجراف للجزء الثاني، طبعا بيقول لي يقوم الطالب بتكملة شبكة الافكار كالعادة علشان يعرف يكمل منها جمل. فهنا بيقول لي احنا هنتكلم عن الكلمات اللي موجودة في الوحدة التانية. نيرسس الممرضات ار نقط افتر بيشنطس ات هوسبيتال، فهم بيعملوا ايه للبيشنطس في الهوسبيتال؟ الممرضات بيعملوا ايه للمرضى؟ طبعا اكيد بيعتنوا بيهم، صح؟ فاحنا هناخد كلمة لوك افتر اللي هي يعتني بيه. فانت عندك ام واز وار، يبقى لازم ناخد الاي ان جي. يبقى هنا هناخد كلمة looking، looking after، looking after اللي هو يعتني بيه، فهم بيعتنوا بيهم في المستشفيات. بعد كده جايب لي كلمة رقم 2، نقط are driving around the city، بيسوقوا حول المدينة، to make sure عشان يتأكدوا ان الناس آمنين، safe. أكيد ده مين؟ ده البوليس أوفيسر، ضباط الشرطة. هو هنا بيعلمني ان انا ازاي اكتب جملة عن ضابط الشرطة، يعني تمام. فدي مثلا جملة بعملها عنده. رقم 3،
بيقول لي ذا كذا از باركينج هيز فود، بيركن الطعام بتاعه الكوشن بتاعه، اند هي از ويتنج فور بيبل، وبيستنى بقى الناس علشان ايه؟ علشان يبيع لهم. يبقى ده مين ده بقى؟ ده الستريت فود سيلر، اللي هو بائع الطعام المتجول، الجوال في الشارع هو اللي بيعمل الحاجات دي. رقم 4 now I am calling، بيقول I am calling ان هو بيتصل بالكمبيوتر انجينير، مهندس الكمبيوتر، عشان يعمل ايه للكمبيوتر بتاعه؟ اكيد علشان يعمل له ريبير، ريبير تصليح، هيصلح الكمبيوتر بتاعه. شوب كذا، طبعا اسمهم شوب ايه؟ شوب وركرز، شوب وركرز العمال بتوع السوبر ماركت او المحل، هم بقى اللي ايه بيعملوا الطريقة دي، اللي احنا بيساعدوا يعني الناس في المحلات بتاعتهم. The نقط speaks to people on the phone، بيتكلم مع الناس في التليفون، اكيد ده الكول سنتر وركر، اللي هو عامل الايه، عامل الاتصال في المحل. هنا بقى بيقول لي بقى كون جمل من نفسك بقى عن الوظائف دي، اعمل كذا جملة يعني عن ايه، عن كل وظيفة. هنا بقى عايزني اتكلم عن الدكتور مجدي يعقوب، والبطل المفضل لديك، والجراح، واطباء القدماء المصريين، واهم مجموعة كلمات عن الجزئية دي. فجايب لي اول حاجة بيقول لي شخص ما teaches people، بيعلم الناس ازاي يلعبوا او يطوروا في الرياضة، يبقى هو اللي بيعلم الناس يطوروا في الرياضة، اكيد ده السبورتس كوتش، اللي هو مدرب الرياضة، هو اللي بيعلم الناس موضوع الرياضة. رقم بي بيقول لي knows، بيعرف how to look inside، ركز لي على دي بقى، look inside، اذا كان ده بقى بيعلم الناس ان هم ازاي يلعبوا، ده بقى يبصوا جوه، يبصوا جوه الحاجات طبعا، علشان يساعدهم بقى ان هم لو هم مرضى، طبعا ده اكيد السيرجن اللي هو الجراح، تمام. بعدين emergency، لا اللي خلينا في سي هنا، بيقول لي events الاحداث بقى، when people try to get a prize، لما الناس بياخدوا فيها prize جائزة، by being the best at something، لما يكونوا هما الافضل في حاجة معينة، طبعا دي اكيد هتبقى الcompetition، اللي هي المسابقة او المنافسة، لما انت تحاول تبقى الافضل في حاجة معينة، يبقى الحاجة دي ايه ليك انت. بعدين someone who works for no money، ركز لي بقى على كلمة no money دي، no money يعني من غير فلوس، مين اللي بيشتغل من غير فلوس؟ اكيد ال volunteer، اللي هو الشخص الايه، الشخص المتطوع، اللي هو نحطها في رقم 6، في رقم 7 قصدي. بعدين for older people، for older people لكبار السن، ايه بقى اللي كبار السن بقى ده؟ البراود ولا السن؟ السينير، عشان عندنا جينير للشباب، يبقى دي بقى اللي هي المين لكبار السن. بعدين بيقول لي فور يانجر، يانجر بقى يبقى دي الايه، الجينير بقى اللي هي الاصغر، دي السينير للكبار، واكيد دي اللي هتبقى الايه للاصغر. سوري احنا دي هنعملها باي، تمام، دي هتبقى اي كده، والاف بقى اللي هي هتبقى ايه، الجونيور، اللي هم الشباب اللي تحت سن معين يعني. جي بقى بيقول لي when something serious، لما يبقى في حاجة خطيرة or dangerous او that you need، انت محتاج انك تعملها عن حاجة معينة، يبقى دي ايه، دي emergency، دي emergency اللي هي تدي معنى الطوارئ، الطوارئ، حاجة خطيرة هتحصل، يبقى ده في ايه، طوارئ. feeling happy، انت حاسس بالسعادة بقى، تمام، علشان انت عملت حاجة او انت متصل بحد معين، يبقى انت كده ايه، connect، proud يعني فخور، علشان كده عندك الاحساس بالسعادة. هنا بيرجع لي بقى قاعدة الماضي البسيط، اللي هو طبعا بيتكون من اضافة ايدي للفعل، او انك بتستخدم was بمعنى كان، او وير بمعنى كانوا للجمع والمفرد يعني، وبتنفيها بنط عادي، يبقى انت عندك was وير بتنفيهم بنط عادي. اما بقى الافعال العادية فانت بتضيف لها ايدي، زي visit، visited، studied، وهكذا. في افعال شاذة بقى ما بتقبلش الايدي، تتحفظ زي ما هي، زي go الماضي منها went، swim الماضي منها swam، بعدين sleep الماضي منها slept. النفي بتاعهم انك بتحط didn't بعدهم، didn't visit، didn't study، وتركز على نقطة مهمة جدا، ان الفعل بعد didn't لازم يرجع لأصله، او رجع ل visit، رجع ل study، رجع ل go، رجع لأصله بعد didn't يعني. هنا بقى بيشرح
يزدتو اللي هي معناها يعتاد على، وتعبر عن حدث كان يحدث في الماضي ولا يحدث الآن، اللي هي بالشكل ده. تاخد بعدها الفعل في المصدر وبيكون نفيها بكلمة didn't، وبلاحظ ان شكلها بعد didn't بيرجع يوز بس من غير الدي، ولما اجي اسأل بيها استخدم did، وفي نفس الوقت برضو يرجع شكلها يوز بس من غير الدي. هنا بقى بيستخدم امثلة، بيقول لي دكتور مجدي يعقوب is ولا is ولا was born. طبعا was born اللي هي ولد في سنة كذا، لان الكلام في الماضي. بعدين دكتور مجدي يعقوب stops توقف ولا stopped most his work، توقف عن عمله. طبعا الكلام ده كيب هو في اخر الجملة كلمة ago اللي هي معناها منذ وتعبر عن الماضي، يبقى عايز كلمة stopped. stopped اللي هي توقف. بعدين ياسر ذا انكل، عم ياسر يوزد تو ولا يوزد تو ليف ان تونيزيا. طبعا يوزد اللي هي الصيغه السليمه بتاعتنا. هنا بقى بيقول لي بيفور هي جوت ماريد، قبل ما يتزوج. ياسر زداد نقط يوز، طالما يوز يبقى لازم اخد الصيغه الماضيه اللي هي didn't. هنكمل شبكة الافكار. بيقول لي we should all be نقط دكتور مجدي يعقوب، احنا لازم نكون ايه بالدكتور مجدي يعقوب؟ طبعا لازم نكون proud. proud يعني فخور، لازم نكون فخورين بيه علشان هو عمل حاجات كتيرة جدا، انجازات يعني. اتنين، قبل 1800 الناس كانت اللي عندها مشاكل قلب often used to، على طول كانت الناس دي ايه اللي بيحصل لها؟ كانت ضاي يعني كانت بتموت قبل ايه ما يظهر مجدي يعقوب ويعمل الحاجات دي. دكتور مجدي يعقوب started a نقط for ال، بدأ ايه بقى؟ بدأ charity اللي هي الجمعية الايه الخيرية، بدأها لمرضى القلب او مرضى اطفال القلب. فطبعا هنا بقى انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم هنا على الدكتور مجدي يعقوب، عشان لو قالك باراجراف يعني فهو بيوريك انت ايه ازاي كتبت الباراجراف. تمام، دكتور مجدي يعقوب helped to give people new نقط for the first time، ادهم ايه بقى؟ new ايه؟ new hearts اللي هي قلب، يعني قلب جديد لاول مرة، لان كانت الناس على طول بتموت اللي عندها القلب والعياذ بالله. before he stopped working، قبل ما يتوقف عن العمل في 2001، اعتاد ان يعمل in a نقط hospital. يبقى هنرجع بقى هنا كده وناخد هنا ايه بقى؟ طبعا يبقى اكيد هناخد لها مدرسة مستشفى خاصة في لندن، يبقى الرجل اشتغل في special hospital مستشفى خاصة. بقى بيقول لي دلوقتي الاطفال بيحيوا ايه بقى؟ healthy lives، يعني حياة ايه؟ حياة صحية. الوحدة الرابعة بيتكلم بقى عن مكان تاريخي مفضل لديك، او رحلة انت رحتها، او متحف واشياء من الحضارة القديمة. عايزين احنا بقى هنكتب الحروف او هنوصل. بيقول لي هو في اول جملة a type of mud، نوع من مض دي يعني الطين، فالنوع اللي هيبقى من الطين ده اكيد قصده على الصلصال اللي هو كلاي، هي اللي هتبقى بالاولى. تمام، هنا بقى connected with the history، حاجة متعلقة بالتاريخ او بالماضي، يبقى اكيد هيبقى الايه؟ هيبقى كلمة history، historic اللي هي تاريخي، هي اللي هتدي معنى متعلق بالتاريخ. بعدين هنا بيقول لي كيرفيد هاف سيركل، نص دايره، جزء من المبنى يعني، هو عاوز كده يوصف الايه؟ يوصف القوس او القنطره اللي هي الارتش. فيري جود او جريت، حاجه عظيمه خالص. طبعا الحاجه العظيمه اللي هي كلمه اوسم اللي هي الرائع. تمام، بعدين هنا بيقول لي نوع من البيبر، الورق، ميد فروم بلانتس، مصنوع من النبات، يبقى اكيد ده ورق البردي. تمام، اللي هو البايروس. اخيرا بقى حاجة بقى انت بتلبسها، تمام، وبتغطي جزء من الفيس الوجه، يبقى ليه اكيد الماسك اللي هي القناع. هنا بيشرح لي زمن الماضي المستمر، وبيشرح لي اهم حاجة فيه اللي هي الادلة، كلمة وايل تاخد بعدها ماضي مستمر، والناحية التانية ماضي بسيط في حالة القطع، ولو جت في النص كده كده المستمر لازق ايه؟ لازق فيها، والبسيط ده يلف يجي قبلها.
والحالة التانية بتاعتها بقى ان هي بيجي بعدها ماضي مستمر، ماضي مستمر الزمنين، يعني الزمنين بياخدوا ماضي مستمر. في الحالة دي اسمها حالة التزامن، يعني هي كانت بتعمل حاجة وامها كانت بتعمل حاجة تاني من غير ما يقطعوا بعض، فالاتنين كانوا ماضي ايه؟ ماضي مستمر. اما وين بقى اللي انا بستخدمها عكس، ان انا باخد بعديها الماضي البسيط الاول وبعدين اخد الماضي المستمر، وان لو جت في النص عادي بقى كده كده البسيط لازق فيها زي ما كان المستمر لازق في مين؟ في while. تمام. طيب بعدين شرح لي كلمة must و mustn't اللي بيجي بعديهم الفعل في المصدر، و must تستخدم بمعنى يجب ودي بمعنى لا يجب، وهما الاتنين بيعبروا عن الالزام. هنا بيقول لي you not have a shower before you swim، قبل ما تعوم انت بقى ايه؟ you not have a shower، تاخد دش يعني قبل ما تعوم فين؟ في البحر. هو المفروض يبقى افتر بعد يعني، فعشان كده احنا ناخد مصنت على اساس انك انت مش لازم تعمل الحاجة دي، لا يجب عليك ان تفعلها، وإلا هم كانوا جابوا افتر هنا، لو كانوا جابوا افتر هنا كنا خدنا مصنت احنا هنا علشان نقول ايه؟ علشان نقول لازم عليك بعد يعني، على اساس انك انت تنظف تاني من الايه؟ من حمام السباحة وكده. في المتحف بقى يو مصنت هنا لا يجب بقى انك تلمس الايه؟ انك تلمس الحاجات. بينما كنا ننتظر عشان نروح المتحف اي سو، ما هو خد هناك في الاول ايه؟ في الاول اخد ماضي مستمر، يبقى لازم اخد ماضي بسيط الناحيه دي بقى. هو هنا بيقول او وقعت الشنطه على الارضيه وايل اي ووز، وايل اي ووز هي ايه؟ هاخد ووز بقى علشان ايه؟ تيكنج موجوده. هنا بقى جايب لي شبكه معلومات برضو، بيقول لي بقى اوبجكتس الاشياء اللي هي من الماضي بتساعدنا ان احنا نفهم وات نوت ووز لايك ميني ييرز اجو، بتساعدنا ايه الحاجه دي كان شكلها ازاي منذ مئات السنين، يبقى بتساعدنا ان احنا نشوف اللايف، اللايف اللي هي الحياه، الحياه كان شكلها ايه منذ مئات السنين، فعشان كده هناخد كلمه لايف هنا. رقم اتنين ان انشنت ايجيبشن، المصريين القدماء دول استخدموا كذا ان هم يساعدهم يلونوا بقى حول ايه؟ حول عينيهم، يبقى هم كانوا بيمسكوا الميرور دي المرايات ويحطوها علشان يحطوا حاجات حول عينهم عشان تساعدهم ان هي تعالجهم وكده. بعدين البنت، البنت ده نقط زير ايز اللي كانوا بيعملوا بعينيهم فروم ذا صن من الشمس and kept away insects وكمان بيبعد عنهم الايه؟ الحشرات، يبقى هو بروتكت، بروتكت حمى اعينهم وابعد عنهم الحشرات. رقم أربعة استخدموا البوتس الأواني عند نقط باولز والسلطانيات المصنوعة من كذا علشان يعملوا فيها طعام، طبعا المصنوعة من كلاي اللي هو الصلصال. المصريين القدماء لايك بلاينج جيمز كانوا بيحبوا لعب بعض الالعاب زي لعبه السينس اللي هي زي الشطرنج كده او تشبه الشطرنج، لعبه السينس. ذا جيم نقط بوكسز طبعا كده ما فيش غير هات بقى، فيها هات فيها صناديق كده وتقريبا 30 ايه؟ 30 مربع. نفس الكلام الجزء ده مش باين قوي. تمام. هي بيجر يعني متسول، اول حاجة دي متسول تمام علشان بس نعرف معناها. والتانية بيهيف يعني يتصرف، يتصرف تمام. والتالتة تشاريتي اللي هي الجمعية الخيرية. والرابعة كوميونيتي اللي هي مجتمع. والخمسة كرول، كرول يعني قاسي، حد اوصفه بالقسوة تمام ان هو قاسي. بعدين disabled يعني معاق، شخص معاق. دونيت بقى اللي هي الاخيرة يتبرع. طيب هنيجي بقى احنا نشتغل هنا، بيقول لي دو سينجز ان بارتيكولار واي، بيعمل الحاجات بطريقة معينة، دي اكيد اللي هي هتبقى يتبرع مثلا ان هو بيدي الحاجات بطريقه معينه، بس احنا هنسيبها للاخر لربما تصدف معانا حاجه تاني. هنا بقى بيقول لي اورجانيزيشن منظمه، جيفز بتدي فلوس وطعام للناس يعني، يبقى دي الايه دي بقى؟ احنا عندنا هنا تشاريتي الجمعيه الخيريه، وعندنا كمان المجتمع، لا يبقى هو كده قصده على ايه؟ قصده على الجمعيه الخيريه. هي راحت فين؟ سوري هي جنبها هنا، هي الجمعية الخيرية. هنا بقى بيقول لي مش قادر ان هو يستخدم جزء من جسمه، يعني عنده حاجة، يبقى ده اسمه disabled اللي هو الشخص الايه؟ المعاق.
طيب بيدي فلوس وطعام وملابس وبيساعد الشخص او المنظمة، يبقى ده الشخص اللي هو بيعمل دونيت، اللي هو بيتبرع بقى. تمام. بعدين all people، كل الناس اللي هم عايشين في منطقة معينة او في حتة معينة، دول اللي احنا بنسميهم community، مجتمع. community مجتمع. يبقى خلي بالكم كلمة behavior، تصرف، دي هي اللي هتيجي معايا الاول هنا اهو، اللي هي يعمل حاجة بطريقة معينة يعني. طيب شخص فقير عايش بيسأل الناس، بيطلب من الناس مساعدات، يبقى مين ده؟ يبقى ده الشخص البيجر، اللي هو مين؟ المتسول. very unkind، مش كويس خالص، يبقى ده الشخص الايه؟ ده الشخص الكرول، اللي هو قاسي. تمام. طيب نيجي هنا بقى، بيشرح لي has to have to، اللي هما معناهم يجب ان او يضطر الى، وبياخدوا بعديهم الفعل في المصدر. تمام. وبننفيهم بدازنت، مع ننفي دازنت المفرد وننفي دونت للجمع. تمام. وبيعيد لي برضو على should و shouldn't اللي يستخدموا للنصيحة، بمعنى برضو يجب. وبعدين دخل على الاربع ضمائر وصل، اللي هم هو اللي انا بستخدمها للعاقل، which اللي انا بستخدمها لغير العاقل، ذات اللي هي بتساوي الاثنين، وباخد بقى وير لمين؟ للمكان. فبيقول لي هو فور بيبل، اخد هو للناس. تمام. which وذات هما الاثنين بقى الايه؟ للاشياء عموما. وير بقى باخدها للبليسز، الاماكن. وقعد يديني امثله، تيتشر عاقل فادها هو، هنا بقى بريزنت هديه ادها ذات او which، هنا سيت المدينه ادها وير. هنا بقى عايزني اعمل شبكه معلومات، بيقول لي اي ورك از ا فالنتير، انا شغال متطوع فور كذا. طالما انت متطوع يبقى بتشتغل فين؟ في تشاريتي، اللي هي جمعيه خيريه. بعدين هنا بقى بيقول لي رقم اتنين، اي اعتقد من الجيد انك انت تساعد البيبل ان ذا، تساعد الناس في الايه؟ في الكوميونتي، في المجتمع اللي انت عايش فيه، في المكان اللي انت عايش فيه. تلاتة، اي فيزيتد هوم، انا زرت البيت، فور اولد بيبل، في الناس الكبار، هو ار ديسابلد، يبقى هنا عاوز يربطها بعقل بقى، هو اللي هم معاقين. بيبول نقط ماني، الناس طبعا دونيت يعني يتبرع، الناس بتتبرع بالفلوس دي للحيوانات او للجمعيات الخيريه او اي حاجه. also when I see a كذا in the street I give him money، لما بشوف مين في الشارع بديله فلوس، اكيد البيجر، الشخص الايه؟ المتسول. these are called random acts of kindness، الراندوم اللي هو العشوائي، العشوائي دي اعمال من اعمال الايه؟ التطوع او العطف او اللين يعني. اخر جزئيه بقى بيتكلم فيها عن الاير بولوشن، التلوث، وعن تغير المناخ والجفاف والفيضان وكده. فبيقول لي تغيرات بتحصل في الطقس بتسبب اشياء، ذات هيومن ار دوينج، بتسبب اشياء، يبقى ده ايه؟ يبقى ده طالما طقس انت يبقى بتتكلم على الكلايمت تشينج، اللي هو تغيير الايه؟ تغيير المناخ. وين ذير از نو رين، لما ما بيبقاش في مطر لفتره طويله، حاجه دي بنسميها دروت، اللي هو الجفاف. طيب القذارة بقى والمواد الكيميائية الخطيرة اللي موجودة في الهواء من المرور دي بنسميها ايه؟ بنسميها تلوث الهواء، يعني ده هنقول عليه air pollution، air pollution، تلوث الهواء. طيب large amount، كمية كبيرة بقى من المية اللي هي بتغطي المكان، يبقى ده فيضان على طول، ده الفلاد اللي هو الفيضان. تمام. made dirty، عمل قذارة او dangerous by chemical or other things، او اشياء، طالما كده يبقى ده polluted، حاجة متلوثة، حاجة متلوثة. the business بقى او the business providing places، اللي هو بيمد الاماكن، to stay and things to do for who are on holiday، يبقى دي بقى ايه؟ يبقى دي السياحة بقى. تمام. هي بقى الحاجة الايه اللي بتعمل كده. find discover، يجد او يكتشف exact position، مكان معين، يبقى هي كلمة locate اللي هي ايه؟ يقع فيه. بيشرح لي اخر حاجة مقارنة الصفات، ان انا باخد صفة في الدرجة الاولى زي مثلا quiet او old، درجة التانية بزود لها er، درجة التانية في الصفات الطويلة بقى more، وبعديها than برضو، يعني اقول more careful than، او ان انا اقول quieter than او older than. فبيشرحها لي هنا اهو،
بيقول لي بنحط ER ونجيب بعدها زال لما بنقارن، وفي حاجة شاذة زي ورس برضو. وفي حالة التساوي بقى بنستخدم as ونجيب وسطهم الصفة بدون إضافات. بعدين آخر حاجة شرحها لي اللي هي المبني للمجهول، إن أنا ببدأ هنا بمين؟ ببدأ بالمفعول. المفعول ده الحاجة اللي مش هتعمل، الحاجة اللي هتتعمل، يعني الحاجة اللي هتتعمل، يعني مش هي اللي، يعني اقول مثلا البيت هيتبني مش هيبني، الدرس هيتشرح مش هيشرح. وبعدين بجيب از وار والتصريف الثالث، فهنا الناس بيزرعوا قطن، يبقى القطن از جرون. از جرون بقى يزرع، تمام. احنا نعرف طنطا، يبقى طنطا معروفة بكذا، تمام. طيب هنا بقى بيقول لي البيبول سينك، الناس بتعتقد ان السيتس المقاعد اللي هي في النيو باصص في الاتوبيسات الجديدة ار جرين ولا جرينر ذان ذا اولد باصص. عايز استخدم هنا بقى ايه جرينر، عشان هي هنا مش بمعنى اخضر، بمعنى لا موافق للبيئة. يعني العربيات ار مور كمفتابل ذان، مش زين، اخد ذان بقى اللي هي تدي معنى ايه من. ماونت كيني، جبل كينيا، از نوت از هاي از، طالما از يبقى لازم اخد الصفه بدون اضافات. البحر الاحمر از فيزيتد، تصريف ثالث بقى، هو مش هيزور ولكنه يزار. سيدي بو سيد قال يعني از لوكيتد، سيدي بو سيد از لوكيتد، مبنيه للمجهول بقى ان هي تقع في المكان ده، تمام. طيب اخر شبكة معلومات معانا بقى، الراجل بيقول ماي هوم كذا از المانيا، يبقى ماي هوم ايه بقى؟ ماي هوم لوكيتد از مانيا، لا طبعا ماي هوم سيتي، سيتي عايز يقول المدينة بقى الايه الموطني هي مدينة الايه، مدينة المانيا. بعدين اتس كذا نير ذا نايل، الدنيا عاملة ايه جنب النهر بقى، تمام. طبعا اكيد انترستنج حاجة ممتعة وشيقة لما تبقى جنب الايه، جنب النهر. lots of food كثيرة من الطعام is not in the local area like potatoes، يبقى هنا بيتزرع بقى، بيتزرع تمام في المنطقة المحلية. المدينة معروفة بكذا بلاك هاني، بالعسل الاسود بقى، يبقى المعروفة بالعسل الاسود اللي طعمه ايه، اللي طعمه delicious لذيذ. many ancient monuments، طالما بتتكلم عن الاثار بقى يبقى هناخد له ايه monuments موجودة في المدينة. my city is very my city، المدينة بتاعتي very interesting، يبقى هناخد interesting دي تمام ونحطها هنا كده عشان نقول مدينتي جميلة. وهنا بقى ايه it's located، هنا هناخد located بقى عشان نقول الحاجة دي تقع جنب الايه، جنب بالقرب من النيل، تمام. طيب انا هنجت عشان كان الليل متأخر بالوقت يعني. يلا ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.